راكم تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احوال جيده. ولاول مره تشوف القناه ديالنا ما تنساش تشترك معنا في القناه وتفعل خاصيه الجرس باش يبقى يوصلها كل جديد. اليوم في هذا الفيديو غنقدم لكم واحد المريقه بالحمص اللي كنحتاج ليها الحمص هكا اللي يكون مرطب. عندي تقريبا واحد نص كيلو اللي رطبته ليله كامله ونقيته. عندي واحد بصله مشلده هكا مربعات صغيرة. عندي في العطرية الخرقوم، البزار، الكامون، الملحة، التحميرة، واحد جوج فصوص ديال التومة اللي يكونوا محكوكين، وعندي واحد جوج مطيشات كبار محكوكين، واحد جوج معالق ديال القزبر ومعدنوس اللي يكونوا مقطعين، وعندنا الزيت. أول حاجة غنبدأ بها هي غندير البصلة تشحر مع شوية الزيت. مع الكبار ديال الزيت تقريبا اللي غندير، وغنخلي البصله تشحر ليا. بعد ما تشحرت ليا البصله غندير مطيشه والربيع، غنزيد العطريه هي والثومه. من بعد ما تشحرت ليا مطيشه مع ديك العطريه غنزيد الحمص. صافي وغنروي عليها. صافي غنسد عليها وغنخليها طيب واحد ساعة. من بعد ما خليت الحمص ساعة هكاك تطاب مزيان دابا غنحطو. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، واذا جربتوها تخليوا لي الراي ديالكم في التعليق. بالصحه وراحه.